سيد علي معلول بالنسبة لي وبالنسبة لك وبالنسبة لكثير من الأهلاوية واحد من أفضل اللاعبين في هذا المكان، وبالتالي أولا شفت علي معلول إزاي في الفترة الأخيرة ده أولا، ثانيا علي معلول وما حدث بعد المباراة الأولى وقدرته على اللعب بهذا الأداء في المباراة الثانية. أنا بشوف إن علي من أهم اللعيبة في النادي الأهلي، علي قائد حتى لو هو مش لابس شرط الكابتنة، هو من كباتن الفرقة ومن أهم اللعيبة اللي في الفرقة، ووجوده في الملعب مهم جدا، وحتى المباراة الأولى يعني خلي بالك، يعني هو المباراة الأولى كلنا هو غلطنا يعني لا وهو علي هي النقطة، مش على فكرة ممكن في لقطات بتعدي، أنت حظك السيء ممكن لقطة هي يعني اللي تلزق صح، أيوه هي اللي خلي بالك تلزق، كان الكابتن محسن الله يديله الصحة يقول لك أيوه ايه فاكر اللقطة اللقطة الأخيرة فاللقطة فهي جت اللقطة الأخيرة بس للأسف يعني أنت ممكن تعمل حاجات أسوأ من كده كتير وتعدي، يعني تلاقي الموضوع صح صح مش باين أصلا، وأنت تبقى حاسس إن أنت عامل جناية جوه الملعب ها 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 باين، إنما أنت حظك السيء إن الكورة دي بس إن علي بيطلعها باليمين، يعني هي دي النقطة، إنما المباراة الثانية أنا بشوف علي من أهم اللعيبة، وخلال البطولة كلها يعني حتى التقييم خلال البطولة، والراجل يعني من الناس من أهم اللعيبة اللي قلت لك عليها في النادي والمؤثرين جدا ومن كباتن للفرقة، فأنا بشوف تواجده جوه النادي مؤثر جدا. عموما يعني اخيرا لو حابب تقول حاجه لجمهور الاهلي واللاعبين والجهاز الفني خلال الفتره الجايه بالنسبه للدوري بالنسبه للبطوله الافريقيه سيد. لا يعني طبعا لازم نقول مبروك لكل واحد تعب في البطولة دي، سواء جمهور سواء مسؤولين سواء لعيبة، يعني بطولة غالية جدا، والنقطة الثانية ان شاء الله بطولة الدوري، يعني انا بشوف ان هي ان شاء الله قريبة جدا، هي مسألة وقت بس، النادي لازم ياخد 3 4 ماتشات الجايين ويخلص البطولة بدري عشان يبقى زي الموسم اللي فات، تقدر تريح لعيبة وتقدر تدي فرص ويبقى عندك الموسم الجديد، لان انت خلي بالك السوبر هيبدأ بدري هيبدأ شهر بدري 8، بالظبط فانت لازم لعيبتك تاخد راحه وترجع تعمل اعداد كمان، فانا بشوف ان شاء الله يعني انت ريح عايز نفسك، تخلص بدري تقصد يعني ايوه ريح نفسك من بدري، يعني اوكي خلي الامور بالنسبه لك ان شاء الله تكون محسومه، وانا شايف ان الامور قريبه، يعني النادي الاهلي باي لعيبه موجوده هيقدر يحقق المكاسب خلال الفتره الجايه ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا نجم على وجودك معانا، النجم ربنا الكبير يخليك يا كابتن سيد معوض، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات الفنية الحقيقة.